في الفاسكولار تشينج بيحصل ترانزيان فازو كونستريكشن، يعني بعد كده فازو دايليتيشن. هذا الدايليتيشن بيأفكت ميلي الاكريوم اندر ذا افكت اوف هيستامين. الهيستامين مالوش اي رول ان سيلر ايفنتس، يعني ما بيعملوش دعوه بالكيموتاكسيس، مالوش دعوه بالفاسوزايتوز، مالوش دعوه باي حاجه. حضراتكم بعد كده نتيجه ان انت حاطط دايليتيشن على الكيور، ما حصلش الكيور ولا شرح ليه، بيبدا يحصل هايبرين. يحصل ايه؟ هايبرين يعني زياده الدم في التيشن، والدم ده بيبقى بكتيريا بعكس الكونجيشن. الكونجيشن بسبب كونستراكشن اوف فيز، والدم اللي بيتحوش بيبقى فيز. يبقى ضغط الدم هو الكاميرا ازاي ولا ازاي؟ فنتيجه ضغط الدم هو الكاميرا ازاي؟ تبدا البرميابيلتي ما زادتش لسه ولكن الضغط زاد، يبقى يبدا يرشح ميه. الميه دي اسمها ايه؟ ترانسليت. منين لفين؟ من الكابيلاري لبين الخلايا، ودي مرحله اسمها ترانسليشن. ترانسليت يعني ميه ما فيهاش بروتين ولا خلايا كتير، لان البرميابيلتي ما زادتش. فدي تؤدي الى نهايه هذه المرحله. التشو الافاك بيحصل فيه ريدنس، اريثريما. حد يعرف ايه؟ يعني بيرين يعني دم كتير. الحته دي بتبقى سخنه، حد يعرف ليه بتبقى سخنه؟ لان في دم كتير. الهايبرينيا الحته دي تبقى ورمه بس مش قوي عشان طالع منها ميه. واضح اللي موجود؟ لان بعد كده بنخش في اخر خطوه في الفاسكولار ايفنتس اسمها انكريز فاسكولار بيرميبيليتي. حضراتكم بيبدا بعد كده النفاذيه للفيسلز بتزيد. حضراتكم البرميابيليتي مين اللي بتزيد؟ ليه؟ في تو ميكانيزم. اول ميكانيزم اسمه الاندوثيليال سيل كونتراكشن. اسمه ايه؟ لو تيجي تبص معايا هنا بس الاندوثيليال سيل كونتراكشن على مستوى الكابيلاري، دي الاندوثيليال سيلز وده بيزمن الممبرين، ودي الاندوثيليال سيلز ثانيه حصل فيها كونتراكشن. حصل فيها ايه؟ كونتراكشن. مفروض ان بيبقى في مسافه ما بين تو اندوثيليال سيلز. لو هما اوريدي بناء مفيش كونتراكشن انا فيهم، يبقى الجابس ديت ضيقه ولا واسعه؟ ضيقه. لو حصل كونتراكشن يعني الماتيريال سيلز دي كونتراكت ريتراكت، يبقى الجابس ان بتوين زادت، فتبدا ترشح اكسيوديت. تعرف الاكسيوديت؟ يعني ميه وبروتينز كتير. وطبعا الايفكت ده بيبقى اندر الايفكت اوف هيستامين. الهيستامين بيعمل فاز دايليتيشن، الهيستامين بيعمل انكريس برميابيلتي. اهم كيميكال ميديت المسؤول عن الفاسكولار تشينج هو الهيستامين، وممكن معاه البرادكاينين كمان. حضراتكم تاني حاجه بتزود البرميابيلتي وتبقى مسؤوله عن انكريس البرميابيلتي هي اندوثيليال سيل انتري. ان البرميابيلتي سببها اندوثيليال سيل، لا اما اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن، لا اما اندوثيليال سيل انجري. هنا السؤال، ايه اللي يعور الاندوثيليال سيلز؟ في معظم الاحيان اللي بيعور الاندوثيليال سيلز هو الانفكشس ايجنت، البكتيريا فور اكزامبل، التروما، الكوز اوف انجري، لان دي انجري بيروح معور الاندوثيليال سيلز. لو الاندوثيليال سيلز حضراتكم اتعورت، ده النورمال كابيلاري، ده الاندوثيليال سيلز اتعورت هنا، يبقى حصل ايه بالبرميابيلتي؟ زاد، اتخربت، باظ، مش موجود. فيري رير ممكن الاندوثيريال سيلز في حالات سيفير انفكشن بالذات اللي يعور الاندوثيريال سيلز الليكوسايت وهي خارجه، بيسموها الليكوسايت ميديتد اندوثيريال سيل انجري. فاهمين حاجه؟ يا اما يعور الاندوثيريال سيلز حاجه من بره اللي هو الانجيوريس ايجنت نفسه، يا اما حاجه من جوه والليكوسايت وهي خارجه. مفهوم؟ ايه المشكله لما يحصل انكريس برميابيلتي؟ انكريس برميابيلتي دي مهمه جدا. طب احنا ليه عاوزين نزود البرميابيلتي؟ نمبر 1 عشان اكون حاجه اسمها انفلاماتوري فلويد اكسيديت. نمبر 2 عشان اسمح بالخلايا دي تقدر تخرج، فالفاسكولار ايفنت هي اللي بتحضر السيلولار ايفنت. هيبدا يحصل البرميابيلتي زادت، هيبدا في الاول يخرج فلويد ريتش ان بروتين. فلويد ريتش ايه؟ فاكرين هناك لما حصل الفازودايليتيشن والكابيلاري هيدروستاتيك بريشر زاد، خرج ايه؟ فلويد بس مش ريتش ان بروتين، ده كان اسمه ترانسليت. هنا هيبدا تيشو فلويد ريتش بروتين وسيلز، وبعد ما هيخرج هيحصل مشكله ثانيه. لما يخرج فلويد وفي بروتينات كتيره من الفايبرينجن وانفلاماتوري سيلز، هيحصل ايه للاوزموتيك بريشر
دي الفلويد بره البلاد بسيت يزيد ولا ايه؟ هيزيد فيبدا ينفايب مور فلويد وساعتها هيتكون الانفلاماتري فلويد اكسيد. الانفلاماتري فلويد اكسيد بيتكون بمرحلتين. اول سبب له هو انكريز البرميابيلتي بطريقتين اندوثيليال سيل كونتراكشن اندوثيليال سيل انتري. وبعد ما هيطلع هذا الانفلاماتري فلويد اكسيديت القليل هيزود الاوزموتيك بريشر بره الفيسل فالبايب يعني يسحب مور ووتر فيبدا يتكون بكميه كل اللي انا قلته ده ما ينفعش يجي لك فيري رير. هيجي لك سؤال اسمه فاسكولار تشينجز ان اكيوت انفلاميشن ليه؟ لان مش مكتوب بالتفصيل لكن يجي في الام سي كيو واشهر حته هنا في الام سي كيو حضراتكم which of the following الميكانيزم بتاع الاندوثيليال سيل سوري ميكانيزم اوف انكريز برميابيلتي حطوا في دماغكم ان هم حاجه من اثنين لا اما اندوثيليال سيل كونتراكشن لا اما انجري. الحته الثانيه مين الكيميكال ميديتور اللي مسؤول عن اي فاسكولار تشينج فبالتالي ملوش علاقه خالص بالسيلر تشينجز الهيستامين بقى. لكن السؤال اللي بينزل ريتن وده سؤال مقدس عندنا في الامتحان artificial effects of inflammatory fluid exit. ده سؤال مقدس. البروبابيلتي ان يجي لكم السنه دي 90%. انا ما قلتلكوش الا من سؤال انا من بنات افكاري يعني هيجي لكم السنه دي بنسبه 100%. لا اما كيس لا اما حاجه. حد يعرف السؤال ده؟ بالاسم systemic amyloidosis. البنفيشال effects of the inflammatory fluid exit ده سؤال مقدس بنسبة 90%. لأن السؤال ده سهل جدا ومفروض الطلبة لو فهموا الفاسكولار تشينجز هيجاوبوه بسهولة. ليه ربنا بيخلي الحتة اللي فيها فيت انفلاميشن يطلع فيها مية ريتش ان بروتين وريتش ان سيلز؟ لخمس أسباب. حضراتكم أحسن أقرب لكم الموضوع. الانفلاماتري فلويد أوكسيديت فور إكزامبل لو حد اتلسع بالنار بيطلع له قليلة كده صح؟ الميه اللي جوه دي انفلاماتوري فلويد اكسيدنت. حضراتكم نفعصها ولا ما نفعصهاش؟ لو حد اتحرق البوليله اللي بتطلع دي اللي مليانه ميه صفيه طلعت البوليله قبل كده؟ طيب تفعصيها ولا ما تفعصهاش؟ تفعص ليه؟ لخمس اسباب اللي انا هقولها. عكس ما بنت يبقى عندها حب شباب فيعمل فراغ تفعصها ولا ما تفعصهاش؟ تفعص. وما تقول لها اوعي تيجي جنبيها، لو جيتي جنبيها هتسيب اثر. حضراتكم ده ابسس. لو ما فضيتهوش هو هيسيب اثر. وتيجي لما تتلسع بالنار تقول لها افتحيها بسرعه عشان ما تسيبش اثر. واكشولي هتسيب اثر لو فتحتها. دايما الكومن سنس ده بيبقى غلط. عندنا في الطب مفيش فهلاوه خالص. حضراتكم لو اتلسعت بالنار وطلع لك قليله تفعصها ولا ما تفعصهاش؟ اه ما تفعصهاش. ليه؟ لان يعني الفلويد ده ربنا خلقه او خرجه بلو ميكانيزم، فين ميكانيزم؟ كان حصل انكريز برميابيلتي فطلع فزود الاوزموتيك بريشر فبعد كده طلع مور فلويد. يعني انت بتعدل على ربنا مثلا اكفر بقى. حضراتكم البنفيشال افكت خمسه وتحفظوها افعال بمنتهى السهوله. اول وظيفه للانفلاماتوري فلويد اكسيديت البروبابيلتي بتاعته 90% ان هو ات دايليوتس. ات وات؟ يعني ايه دايليوت؟ يخفف تخفف اي انجوريس ايجنت. هنا اداك مثال فور اكزامبل البكتيريا التوكسيك لكن بيخفف الهيت بيخفف الكولد بيخفف البويزن. فور اكزامبل لو حد فيكم اتلسع بالنار وقعت عليه حامض كبريت ايه الفيرست ايد اللي المفروض يعمله؟ اتلسع بالنار ايه الفيرست ايد اللي المفروض تعمله؟ يا جدعان انتوا بتاخدوا الكلام ده عشان تعرفوا تبقوا دكاتره. لان وظيفه الدكتور الاساسيه بريفنشن اوف ديزيز فلازم حاجه اسمها الهيلث اديوكيشن التثقيف الصحي. لو حد اتلسع بالنار ايه الفيرست ايد اللي المفروض يعمله؟ يحط تلج يخرب بيته لان ساعتها هيقلبه من هيت لكولد انجري ويكمل موت خلايا ميه دافيه. يحط صباعه اندر رانينج تاب ووتر ميه من حنفيه ولا دافيه ولا متلجه لان دي هتبدا تدايليوت الاكسس هيت. فاهمين حاجه من اللي بقولها؟ لكن فكره يحطوا تلج يحط معجون سنان ما تفهميش بيجيبوا الكلام ده منين. يبقى اول وظيفه ات دايليوت
فهمتوا؟ تاني وظيفة، تالت وظيفة، رابعة وظيفة، كلها بالأفعال bring، بيحضر للحتة اللي فيها الانفلاميشن. وحضراتكم عاملينها ثلاث نقط، معنى إن هي bring. يحضر إيه؟ It brings number one antibodies. يبرينج إيه؟ antibodies. مش الانتيبودز دي بروتينز والبريبابيلتي زادت فيطلع انتيبودز. الانتيبودز لوحديها تقدر تلايس المايكرو اورجانيزم، يعني تموت البكتيريا. في كتير من الانتيبودز بتشتغل ان هي لوحديها تموت البكتيريا، لكن في بكتيريا ريزيستنت لللايسس بالانتيبودز، فساعتها بتشتغل كابسلنت. بتشتغل كده يعني ايه ابسلنت؟ مقبلات، بتعلم المايكرو اورجانيزم ده كانك جاند عندك همبرجر حطيت عليه كاتشب عشان تيجي الماكروفيج تروح واكلها فتكسرها. يبقى اول تاني وظيفه it brings what antibodies. الوظيفه الثالثه it brings، بس brings ايه؟ antibiotic. الانتيبيوتيك بتشتغل عن طريق ايه؟ يعني ايه اللي هيوصل الانتيبيوتيك لما تاخدها في بقك تاخدها في الحق وتروح في الدم؟ هتوصل ازاي في الحته اللي فيها الاكيد انفلاميشن؟ عن طريق الانفلاماتوري فلويد اكسليت. والانتي بايوتيك هتبقى وظيفتها تموت برضه البكتيريا. يبقى لحد دلوقتي برينج اثنين انتي، برينج انتي بوكس، برينج انتي بايوتيك. ثالث وظيفه ات برينجز، بس برينجز ايه؟ اكسجين ونيوترنت فور انفلاماتوري سيلز اللي هي مين في الاكيوت انفلاميشن؟ نيوتروفيل. حضرتك مش بعد شويتين هيطلع نيكروسايت اللي هي نيوتروفيل، دول عساكر هيروحوا يتحاربوا عشان يموتوا البكتيريا. العساكر دول مش محتاجين خط امداد وتمويل. العساكر في الجيش وهو في الحرب بيوكلوهم ويشربوهم ولا لا؟ هنا بيوكلوهم ويشربوهم ويدوهم اكسجين كمان. فبالتالي لها ثلاثه برينج، برينجز انتي بودز، برينجز انتي بودز، برينج اكسجين ونيوترين فور نيوترين. اخر وظيفه الانفلاماتري فلويد اكسليت، لسه من دقيقه واحده قلت لكم الانفلاماتري فلويد اكسليت ده فيري ريتش ان بروتينز. طب ايه هو فيري ريتش البروتين؟ ليه الاكسيديت فيري ريتش البروتين؟ لان سببه انكريس برميابيلتي. حضراتكم زياده الهيدروستاتيك بريشر تعمل ترانسليت، لكن انكريس برميابيلتي تعمل اكسيديت. حضراتكم طالما ان هو فيري ريتش البروتين، ايه اشهر بروتين بيطلع؟ فايبرينوجين، لان ده اكتر بروتين كبير، فعشان يطلع محتاج برميابيلتي تزيد قوي. الفايبرينوجين لوحده له وظيفتين. اول وظيفه ان هو بيعمل لوكاليزيشن، يعني وانس الفايبرينوجين طلع هيتحول انتو فايبرين، فيبدا الفايبرين ده يلوكاليز البكتيريا، يحط قدامها حواجز. برضه نرجع للجيش والكلام ده اهو. حضراتكم ما في كمان بتتفجر وانتوا ماشيين على الطرق، وفي الكمين اهو، بيجوا حضراتكم لو الطريق مفتوح قدام الكمين مره واحده، ولا يروح حاطط، عارفين الحاجات اللي بنخبط فيها دايما دي، محطين حواجز حواجز وانت تقعد تمشي، فبالتالي سرعتك في الجري هتحصل لها ايه؟ هتقل، فبالتالي سهل ان هم يقبضوا عليك. يبقى اول وظيفه للانفلاماتوري فلويد اكسليت فايبرينجن اللي طلع ان بيعمل لوكاليزيشن، ان هو بينهبت الموفمنت اوف ذا بكتيريا عشان يسهل الفاكوسيتوس. ما تعرفش ده. نمبر 2 بيشتغل كماتريكس، مش هو هيتحول فايبرينوجين سولوبل انتو فايبرين سولوبل، يعمل مش وورك عشان تمشي عليها الانفلاماتوري سيلز، سوري الفايبروبلاست، عشان يكون جرانيوليشن تيشو، عشان بعد كده ده يساعده مش في خلايا هتموت في الحرب ديت ان يحصل بروسيس اوف ريبير. يبقى لوحده الفايبرينوجين له وظيفتين. اول وظيفه inhibit the movement of the microorganism by facilitating destruction of phagocytosis. Number two, تشتغل كشبكه تمشي عليها فايبروبلاست وتكون جرانيليشن ديش عشان يساعد على البروسيس اوف ريبير. البنفيشال افكتس الفانكشنز اوف ذا انفلاماتوري فلويد اكسيديت كاتيجوري بروبابيلتي انك تبقى في الامتحان 90%. السؤال دايما بينزل بهذه الطريقه، يقول لك ايه البنفيشال افكت اوف ذا انفلاماتوري فلويد اكسيديت، ساعات يغلسه يقول لك ايه الميكانيزم اوف فورميشن اوف ذا انفلاماتوري فلويد اكسيديت فقره and enumerate the beneficial effects. تعرف الميكانيزم؟ الميكانيزم increase permeability تؤدي الى خروج بروتين ريتش فلويد، فما يخرج يزود الاوزموتيك بريشر، يسحب مور فلويد فيتكون انفلاماتوري فلويد اكسيديت.
ده الميكانيزم. حضراتكم ايه البنفيشال افكتس؟ خمسه ايت دايلوتس ايت بريكس ايت بريكس ايت بريكس، ان هو بيتحول في فايبرينجن اكسيدين اللي هو وظيفتين. نمبر 1 انهبيت الموفمنت اوف مايكرو اورجانيزم فاسيليتيتنج اتس فاجوسايتوزيس. نمبر 2 بيعمل مش وورك، بيعمل شبكه ماتريكس يمشي عليها الفايبر بلاست عشان تعمل جرانيشن. واضح الكلام ده؟ بعد كده هنخش في السيلر ايفنتس. انتوا فاكرين الباسكال ايفنتس كان كام مرحله؟ كانوا مرحلتين. اول مرحله changes in caliber and flow، وكاليبر يا انجي عشان هتساليني فيها بعد شويه يعني diameter، flow يعني الكميه. تاني مرحله increase vascular permeability. السيلر ايفنت مرحلتين بقى. اول مرحله بيسموها leukocyte recruitment. تعرفوا يعني ايه leukocyte recruitment؟ كلمه recruitment يعني احضار او جلب. يعني ببساطة خاص في دلوقتي عدو اهو في التيشن بكتيريا والليكوسايت جوه الفيسل، فالليكوسايت ريكروتمنت باختصار ان انا هجيب الليكوسايت دي او هي هتخرج من الفيسل وتبدا تروح تحارب البكتيريا. دي اول خطوه. تاني خطوه اسمها ليكوسايت اكتيفيشن. يبقى هي برضه مرحلتين، ليكوسايت ريكروتمنت الليكوسايت اكتيفيشن. هنبدا بمين؟ الليكوسايت ريكروتمنت. الليكوسايت ريكروتمنت زي ما انتم شايفين هما أربعة ستيبس. خلي بالك ده للعلم مش للامتحان. الستيبس أو الإيفنتس اللي بيها الليكوسايت بتخرج من الفيسل وتروح للبكتيريا هما أربعة ستيبس، بس مش واحد اتنين تلاتة. إحنا كتبناهم واحد اتنين تلاتة عشان تفهموها. إتس إيجير تروس. في ترس شغال على طول اللي مكتوب عندكم آخر واحد، مكتوب عندكم أربعة اللي اسمه كيموتاكس. يعني الترس ده شغال ازاي؟ لان لازم حاجه تقول لها تعالي في الاتجاه ده، جذب كيميائي كيموتاكس، وبعد كده يبدا الترس يشتغل. فيبدا يحصل الاول حاجه اسمها مارجينيشن رولينج اوف ليكوسايت. خلي بالك ما قلتش مايجريشن، مفيش كلمه في الليكوسايت جروب اسمها مايجريشن، لكن المشكله اللي بيذاكروا بسرعه دول مش فاهمين بيكتبوها مايجريشن في الامتحان وعنينا بالكلمه. اول خطوه اسمها مارجينيشن رولينج اوف ليكوسايت. جاليها بعد كده حاجه اسمها بيجمنتنج اوف ليكوسايت. جاليها بعد كده بيجمنتنج على ديجا او ركب. جاليها بعد كده حاجه اسمها ايميجريشن اوف ليكوسايت وليس مايجريشن. كلمه مايجريشن اوف ليكوسايت يعني ليكوسايت تطلع من كرشي وتنط على مصطبه اسمها الهجره، وده ما بيحصلش في بني ادمين كائنات فضائيه. حضراتكم يبقى كده الليكوسايت ريكروتمنت كام خطوه؟ اربعه. رتبهم بترتيب الكتاب. يبقى اول خطوه اول خطوه مايجريشن مارجينيشن رولينج اوف ليكوسايت. تاني خطوه ها بيجمنتنج اوف ليكوسايت اللي بيسموها ادهيشن. تالت خطوه ايميجريشن اوف ليكوسايت، هتخرج من الفيسل في التيشو الاثنين في جسمي. حضراتكم الخطوة رقم أربعة اللي هي بتشتغل من الأول خالص اسمها كيمو تاكس. ليه بتحزق قوي في الكلام ده؟ لأن ده السؤال التاني اللي بينزل أكاونت. اللي بينزل أكاونت بيبقى الآتي: انيوميريت ذا سيلر تشينجز بين قوسين ليكوسايت ريكروت. مع ليكوسايت ريكروت دي أحد السيلر تشينجز. حضراتكم إن أكيوت انفلاميشن انيوميريت تقولهم أسامي وتكملة السؤال أند ديسكاس كيمو تاكس. عمره ما هيجي يقول لك ديسكاس المارجينيشن البيجمنتي مش هيسالها لك. انا هشرح بس عشان ام سي كيو، ولكن ما يجيش ريت بيقول لك قول لي السيلر ايفنتس اللي هي الليكوسايت ريكروتمنت اربعه، وينزل السؤال باربع درجات. تكمله السؤال كيمو تاكسس هي الحته الوحيده اللي تيجي فيها ريت. مفهوم اللي انا بقوله؟ يعني لو حد مش عاوز اذاكرها هشرحها يكتفي بالشرح اللي انا هقوله في الموضوع ده. حضراتكم هنبدا باول خطوه طبعا مكتوبه خضراء. ليه؟ احنا عاوزين عناوينها، ولكن ما بيجيش ريتم. عمره ما يجي لك سؤال يقول لك ايفن اكاونت اون مارجينيشن رولينج اوف ليكوسايت، مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لان ده ملوش اي تطبيق كلينيكي على مستواك، يعني مش هتستخدمه بعد كده في حاجه. اللي بيحط الامتحان ده واحد بتاع سولجر مش واحد صاحبك، عشان تبقى فاهم.
حضراتكم اول خطوه اسمها مارجينيشن اند رولينج اوف ليكوسايت. نورمالي لو حطينا الكاميرا جوه فيسل، الفيسل الدم مكون من بلازما وفيها بروتين وفيها خلايا، هل الدم بيمشي السمك لبن تمر هندي جوه الفيسل؟ هتكتشف ان الخلايا كلها ماشيه في السنتر، الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليت، والبلازما الميه ماشيه ناحيه البريفري. هنا السؤال ليه؟ عشان ظاهره اسمها سنترفيوجيشن، لان الدم سائل مختلف الوزن الجزيئي والفيسل الكات سكشن بتاعه مدور. لو دفعنا سائل بسرعه عاليه في فيسل مدور مختلف الوزن الجزيئي بيبدا يلف ويبدا طرد للهاي موليكولار ويت في السنتر، فيبقى اسمها اكسل ستريم، واللو موليكولار ويت البلازما الميه تبقى على البريفري. دي حاجه مهمه جدا هتلاقوها في الديس اوردر بلاد فلو، لان لو حصل ان السرعه قلت هل السنترفيوجيشن ساعتها هيحصل؟ فساعتها تبدا الخلايا في السيبي الاكسل ستريم وتحضن على المارج. طبعا هناك دي مصيبه، لان ساعتها هتضرب في الاندوثيليال سيلز تعورها في هذا الجلطه، لان دي من اسباب الجلطه من الكاوترايات ان يحصل حاجه اسمها ستيزيس. مفهوم اللي بقوله؟ النورمال بلاد فلو بيبقى فيه اكسل ستريم بحيث ان الخلايا موجوده في السنتر والبلازما موجوده في البريفري. فاكرين اخر خطوه حصلت في الفاسكولار ايفنتس كان اسمها كريس برميابيلتي اللي نتج عنها تكوين الانفلاماتوري فلويد اكسليت. حلو، يبقى معناها كده طلع ميه كتير من الفيسل، يبقى معناها الدم اللي موجود جوه الفيسل، الدم اللي موجود بعد طلوع الميه منه الفيسكوستي بتاعته، تعرف الفيسكوستي؟ اللزوجه، التركيز زاد ولا قل؟ زاد. يبقى السرعه قل، يبقى حصل ستيزس، فبالتالي هل في سنترفيجيشن دلوقتي؟ فتبدا بكل بساطه مش معتمد على اي حاجه الليكوسايت والخلايا والبليتلت تسيب الاكسل ستريم وتحضن ناحيه الاندوثيريال سيلز. دي بيسموا هذه الخطوه مارجينيشن. لحد دلوقتي هي جت عند المارجن بس مش اكتر من كده. المشكله كلها حضراتكم النقطه دي سهله قوي بس مش مهم عشان مش فاكر دلوقتي. سرعه الدم قلت صح، ولكن دلوقتي الخلايا جت عند المارجن، هي مطلوب منها ان تخرج كمان بعد شويه. الوقت الخلايا كانت ماشيه بسرعه كبيره وجت عند المارج، هل يعقل ان انا لو عاوز اوقف حاجه ماشيه بسرعه عاليه ان اروح موقفها مره واحده؟ لا، تبدا ساعتها الاندوثيريال سيلز. هوريها لكم فيديو اسهل. ده الفيديو، سوري ادي الفيديو اهو عشان تفهموها، لان الفيديو اصلا مش بيجريد بس تفهموا. الوقت شايفين الحاجات البيضه ديت، ذيس از نيتروفيل، كانت ماشيه بالسرعه العاليه. اما بدا الفيسكوستي تزيد نتيجه الخلايا والتركيز عالي، بدات الليكوسايت هتسيب السنتر وجت فين؟ في المارج. لحد دلوقتي احنا بنخلص مع المارج، لكن بعديها بشويه اندر ذا افكت اوف كيميكال ميديتور. خلي بالك احنا دخلنا في السيلري بانكس، ينفع الكيميكال ميديتور ده يبقى يستمين؟ ما ينفعش. الهيستامين شغلته كلها ميلي فاسكولار ايفنت. اندر ذا افكت اوف ذا كيميكال ميديتور تبدا النيتروفيل دي تكون ليجند، تكون ريسبتور، وزيها كاونتر بارت على الاندوثيليال سيلز تكون ريسبتور. هنكبر عشان تشوفوه. الريسبتور دي باختصار اسمها السلكتين. اسمها ايه؟ سلكتين. السلكتين بتعمل ايه؟ بتعمل لوز اتاتشمنت with the leukocyte. عارف يعني لوس؟ يعني تلزق وتفك، تلزق وتفك، تلزق وتفك. يبقى هتعمل ايه في السرعه؟ هتقللها. وتلزق وتفك يحصل ايه للليكوسايت نفسها؟ تلف ترول على نفسك، انت بتوقفها شويه تبدا ترول. طب ايه الهدف من هذه الخطوه؟ ان انا ما اوقفهاش مره واحده. لو وقفتها مره واحده هيحصل ايه؟ هيحصل ان هي تفرقع، هتبقى عامله زي عربيه ماشيه بسرعه 100 وتروح ضارب فرامل مره واحده تقلب. مفهوم اللي انا بقوله؟ فالخطوه دي اسمها خطوه كل الهاكس اللي انا قلته مارجنيشن. هل المارجنيشن كان معتمد على الكيميكال ميديتور ولا حاجه؟ كان معتمد على الخطوه اللي قبليها اللي حصل استيزس.
طب رولينج كان معتمد على الكيميكال ميديتور؟ يس، بس مش هيستامين. الرولينج المسؤول عنه ريسبتور اسمها الرولينج ريسبتور اسمها سيلكتين. الرولينج السلوينج عشان ما تنسوش سلوينج سيلكتين. دي طبعا لما جواها في الاكس كيو تبقى خلاص. لان الخطوه اللي بعديها اسمها البيجمنتنج اوف ليوكوسايت. اسمها يعني ايه بيجمنت؟ بيجمنت يعني رصيف، وبتستخدم باللغه الدارجه ادركنا خلاص تقف خالص. البيجمنتنج هو اديجن اوف نيوتروفيل تو فاسكولار اندوثيليال سايت. بس دي مش معتمده على السلكتين، لان السلكتين كان بتطمن كان يعني تلزق وفوق تلزق وفوق، محتاجه ريسبتور تاني يوقفها. الريسبتور اللي بيحصل فيه فيرما اتاتشمنت مش السلكتين، وانما اسمه انتجرين. اسمه ايه؟ يبقى اللي مسؤول عن الرولينج اس، والسلكتين ما بيعملش فيرم اديجن، بيعمل لوز اديجن، بيعمل سلو سلكتين سلو، لكن الانتجرين بيعمل فاينل اديجن. هو ده المسؤول عن البيجمنت. فنخش بعد كده في الخطوه اللي بعديها اسمها الاميجريشن اوف ليكوسايت. وانس الليكوسايت جيت اتاتش فيرم، كان الخطوه اللي قبلها البرميابيلتي زادت، تبدا تبوش ذيم سيلفز ثرو ذا انكريز اندوثيريال جابس اللي هو البرميابيلتي الزايده، وتبدا تخرج من جوه الفيسل لبره الفيسل. فيسموا الخطوه دي از ايميجريشن. والخطوه دي معتمده على كيميكال ميديتور. هذه الكيميكال ميديتور اسمها كيموتاكس، تخرج في حته وما تخرجش في الحته العكسيه، مع ان البريبابيلتي زاد زادت داير ميزود. اهم كلمه، كل هذه الخطوات هل الاستامين له علاقه بيها؟ بتحزق قوي، اه بحزق قوي، لان عارف السؤال بيجي في الامس كيو بهذه الطريقه. الهستامين ميلي ملوش اي رول في سيلر ايفنتس، واحنا دلوقتي بنتكلم عن السيلر ايفنتس. ان بي في حاجه اسمها دايابيتيسس، حاجه اسمها ايه؟ دايابيتيسس. الدايابيتيسس ليترالي معناها عصب. والدايابيتيسس از باسيف بروسس. ايه اكتر خلايا موجوده جوه الجسم؟ النيتروفيل ولا الماكروفيج ولا الار بي سيز؟ الار بي سيز. مش احنا دلوقتي في نيتروفيل خارجه؟ وهي خارجه هتاخد في رجليها ار بي سيز. بيسموا هذه الخطوه ايز دايابيتيسس. الدايابيتيسس از باسيف بروسس. تعرف ليه باسيف؟ يعني الار بي سيز ما خرجتش بمزاجها، ده هي خرجت غصب عنها، عامله زي ما كنت بقول لكم في الملاهي كده في كور ومش عارف ايه، ويجوا العيال بعد ما يخلصوا اللعب والشقلبه وهم خارجين تخرج معاهم كور. هل هي اختارت الكور تخرج؟ احنا اللي اختارنا. باسيف بروسس. ويقولوا الفانكشن بتاعتها مش معروف؟ لا هو دي معروف. السؤال بينزل عشان ما ننساش. في السيلر ايفنتس ليكوسايت ريكروتمنت انيومرين ستيبس اوف ليكوسايت ريكروتمنت اند ديسكاس كيموتاكس. لازم تعرف الستيبس، انا شرحتها عشان الام سي كيو. حضراتكم الستيبس، اول خطوه ليكوسايت مايجريشن مارجنيشن رولينج، بعديها بيجمنتيشن، يليها مايجريشن ايميجريشن، يعني هي خرجت من الفيسل راحت في التيشو. الدايابيتيس ان بي دي خطوه مش خطوه ولا حاجه، دي حاجه بس بروس بتحصل. تيجي الخطوه اللي هي شغاله من الاول، ده طبعا فيديو بيوريكم ازاي بيحصل الايميجريشن، لان هي لزقت خلاص جت اتاتشت. اتاتشت بمين؟ سلكتين ولا انتجرين؟ الانتجرين. تبدا تبوش ذيم سيلفز اكروس ذيس وايد انترا انتيريال جابس. في عندنا دي بتيجي ريتل لوحدها، وحتى ما بتجيش ريتل في جوالك في الاتش كيو وانت ما بتبقاش الكيس. الكيس المقرره عليكم كان فيها حته الكيمو تاكس وانتم مش عارفين. كيمو تاكسس ده سؤال بينزل ريتل باراجراف، يقول لك جيف ان اكونت الكيمو تاكس لوحده، بس دايما بيقول لك كده انيومريت ليكوسايت ريكروتمنت ستابس اند ديسكاس كيمو تاكس. ليترالي كلمه كيمو يعني كيميكال، تاكسس احب على ايديكم بالاي وليس بالاي، لان تاكسس بالاي معناها شرط، لكن تاكسي بالاي يعني توصيل. انت لما بتقف تحت وتقول له تاكسي يعني وصلني وانت مش واخد بالك. الكيمو تاكسس ليترالي التوصيل الكيميائي، ولكن ساينتفك هي الموفمنت اوف ليكوسايت توورد السايت اوف انجري، الحته اللي فيها البكتيريا اللي اذت الخلايا. اهم كلمه along a chemical gradient، كيميكال كونسنتريشن جريد، كانها كلب بتمشي في اتجاه الريحه. مش
مش انتوا واخدين بالكم ان الفاسكولار بيرميابيلتي زادت داير ما يدور الهستامين بتصب على كل حاجه اشمعنى بتطلع الخلايا في اتجاه البكتيريا وما بتمشيش في الناحيه العكسيه؟ عشان الكيموتاكس اللي هو شغال من الاول. الكيموتاكس از directed movement of immigrating leukocyte towards site of injury. اهم كلمه along chemical gradient بيسموها التوصيل الكيميائي. الكيموتاكتيك فاكتور انكلود مين؟ لان ده السؤال بتاع حل الكيس والعيال ما بيعرفوش يحلوه. يقول لك ما هي المواد المسؤوله عن ريكروتمنت اوف ذيس سيلز؟ جابوها كده. الكيموتاكتيك سابستنس اشهر كيموتاكتيك سابستنس البكتيريا نفسها. اشهر حاجه بتجتاز الانفلاماتوري سيلز البكتيريا اللي هي البكتيريا البروتز. ودايما هتعرفوا ده مش موجود عندكم في الكتاب بس دي مهمه الحياه. الكوكاي بتجتذب نيتروفيل. الباسيلاي بتجتذب المونوسايتس. دي معلومه مهمه في حياتك لان تفرق في حياه الانسان بس انا ما عنديش وقت اشرحها دلوقتي. فلازم تحفظوها. اول كيموتاكتيك سابستنس از البكتيريا بكتيريا برودكت كوكاي نيتروفيل. بس اللاي مونوسايت. اثنين بحرف السي السيتوكاينز سبيشالي الكيموكاينز. السيتوكاينز دي مواد بتطلع من الانفلاماتوري سيلز ميلي الليمفوسايت والماكروفاج ودي بيشتغلوا ميلي بنقسمهم لليمفوكاين ومونوكاين على حسب طالعين منين لكن بنقسمهم على حسب الوظيفه الى كيموكاين. يعني ايه كيموكاين؟ يعني مواد مكتسبه باختصار مفهوم. الكيموكاينز ميلي بتطلع من الماكروفاج. ايه كمان؟ في عندنا الكومبلمنت سيستم الكومبوننت اوف كومبلمنت سيستم. ازاي؟ حاجه اسمها C5A و3A كمان بس C5 مهم قوي. سي يعني كلمه سي؟ كومبلمنت. انتوا اكيد عارفين الكومبلمنت خدتوها ولا لسه ما خدتهاش؟ المكملات دي بروتينات موجوده في الدم اكتشفت سنه حاجه و80 حديثه لانها بتكمل جهاز المناعه وبتكمل جهاز سلمونا على الشمال خدتوها ازاي؟ بتكمل جهاز الكواجيليشن فدي هي المسؤوله فسموها المكملات. مش مهم. ايه كمان بحرف السي برضه؟ حضراتكم البرودكت اوف اركينوليك اسيد ميتابولايت. انا كنت زمان عاملها في نوتس اي بي سي. تعرف الايه؟ الاركينوليك اسيد ميتابولايت. البي بكتيريال برودكت. السي سيتوكاين. السي كومبلمنت. طب وليه يا دكتور لخبطت الترتيب ده؟ عشان الاهميه لان اهم حاجه هي البكتيريا البروتس. مفهوم اللي انا بقوله؟ اللي عايز يحفظها اي بي سي يحفظها بس يكتب اول حاجه البكتيريا البروتس. الاركيدونيك اسيد ميتابولايت ازاي؟ حاجه اسمها ليكوتراين بي 4. حاجه اسمها ايه؟ ليكوتراين بي 4 مهمه. الكيموتاكسس هيقول لك كده جيف ان اكونت اوف كيموتاكسس بدون ما يشرح لك لحد دلوقتي كان شرحنا ديفينيشن قلنا مين هي المواد اللي ميلي مكتزبه كيموتاكتيك سابستنس. ازاي بقى بتشتغل؟ فيري سامبل. بيجي الكيموتاكتيك سابستنس بينزل على ريسبتور معين في الانفلاماتوري سيل الليمفوسايت فبالتالي يبدا يعمل اسمبلي اوف سايتوسكيلتون. تعرف حاجه اسمها سايتوسكيلتون؟ مايكرو تبيول والكلام ده. فيبدا يكون كونتراكتايل فيلمنتس جوه الخلايا اللي هم الاكتين والتبيولين كده الخليه مشت. طب وبعدين؟ بيكون كمان ريسبتور في الماتريكس اللي هي ماشيه عليه فيأنكر ويخليها تمشي في اتجاه معين تبدا تنزل فيه وتبدا تروح في الحته اللي فيها البكتيريا. ديس دي ميكانيزم ان هو بينزل بريسبتور على الانفلاماتوري سيل يعمل اسمبلي او ديس سايتوسكيلتون تمشي وبعدين بيعمل ريسبتور في الماتريكس تأنكر عليها وتبدا تبول وتكستند وتروح في حته بعيده عنها في الاتجاه اللي ماشيه عليه. واضحه؟ أول سؤال بينزل حضراتكم enumerate the steps of leukocyte recruitment and discuss chemotaxis. لو عايزين تشوفوا الكيموتاكسس actually this is the chemotaxis اللي هو مش فاهم يعني دي حاجة لازم تفهموها. الواد اللي خرج اسمها إيه؟ خرجت immigration. طب هي دلوقتي ماشية في أي اتجاه؟ عرفت منين ان الحته اللي عماله ماشيه فيها دي بكتيريا؟ في كيموتاكتيك سابستنس اشتغل عليها عمل اسمبلي وسايت سكريبت خليها كونتراكت. طب ازاي هتمشي في الاتجاه؟ في ريسبتور في الماتريكس شايفين حاجات الشعر ده؟ ده الماتريكس بتلزق عليها وتبوش ديم سيلفز في الاتجاه اللي هي ناحيه البكتيريا بس.
ده باختصار يعني. اوكي شايفين حاجات الصفرة دي؟ This is the chemotactic substance اللي هي عمالة تلزع على الماتريكس وتزق نفسها. اوكي الليكوسايت اكتيفيشن. الليكوسايت اكتيفيشن من قبل ما تروح بدأ يحصل اكتيفيشن، يا لو تروح ويحصل اكتيفيشن، لا الاكتيفيشن حصل من الأول كمان. لأن يعني الليكوسايت اكتيفيشن ينفع تودي عساكر معركة من غير ما تعمل لكل عسكري وظيفة هناك، أنت خلاص وديته عرض المعركة، فبالتالي لازم تحضره تدربه كل واحد له وظيفة. ايه الفانكشنز اوف ليكوسايت اكتيفيشن؟ ايه ده السؤال كده؟ بيقول لك انيوريت ذا فانكشن اوف ليكوسايت اكتيفيشن، البروبابيلتي بتاعته 60%، يعني مش كومن اوت في الامتحان بالنسبه لك. اسابيب ليست فاجوسايتوزيس اوف بارتكل، هي احنا عاوزينها تعمل ايه؟ تاكل البكتيريا، تاكل البارتكل. فاجوسايتوس يعني وظيفه تليبريت سبستنس، ليبريت سبستنس ذات ديستروي الاكسترا سيلر مايكروبس، تموت فيها الاكسترا سيلر مايكروبس زي البكتيريا. حضراتكم الديتيشن تعمل له ديكوفاكشن، حضراتكم ده بسبب الفاجوسيد الفيزيكال اللي موجوده الايزوزوم الانزيمز اللي فيها. 10 اكزامبل على سيرة واحد النيتروفيل بتروح هناك عشان يموت، اما تموت النيتروفيل بتطلع مين؟ الايزوزوم الانزيمز. تبدا تعمل ايه؟ الديشو الميت والبكتيريا تعمل لها لايسس. يبقى ده سيلر، ده هيمورا. ايه كمان؟ بتطلع ميديتور، هي راحت هناك، هل العدد اللي راح ده يكفي للحرب؟ مش لازم يبقى فيه شفره في اتصال. بتطلع كيميكال ميديتور ميلي هم السيتوكاينز، فبتروبرات ميديتور زي الاردونيك اسيد ميتابولايت والسيتوكاينز عشان تزود الانفلامات للريسبونس. يعني ايه تزوده؟ يعني تقول لهم تعالوا ده احنا هنا عدو كتير، هاتوا لنا مور، تعمل الريكروتمنت بتاع الخلايا، تبدا تعمل لنا تاكتيفيت مور ليكوسايت، فكانه ده سلاح على الاتصال. الفانكشن لحد دلوقتي كام وظيفه؟ واحد فاجوسايتوس، اثنين ليبريت السبستنس اللي تموت بيها العدو وتموت النكروتيك تيشو، ثلاثه تطلع كيميكال ميديت ميلي سايتوكاينز والاركيدونيك اسيد ميتابولايت. حضراتكم الوظيفه الاخيره الرول اوف ماكروفيج، الرول اوف ماكروفيج هقولها بعد شويه، لان ميلي هي نفس الوظائف اللي احنا قلناها بس هنزود عليها ان هي تطلع روسها. اللي هنتكلم عنه نمبر 1 ده بيجي سؤال ريت الفاجوسايتوسس. الفاجوسايتوسس ينزل سؤال ريت، لان يجي في السؤال كده في معظم الاحيان هيقول لك ايه الفانكشنز اوف ليكوسايت اكتيفيشن؟ فاجوسايتوسس، وتاني حاجه ليبريشن، تالت حاجه ليبريشن اوف كيميكال ميديت، ورابع حاجه الرول اوف ماكروفيج. دايما اللي بيجيبوه ريتن هو الفاجوسيتوس، يعني يقول لك انيوميريتد فانكشن، دول اسامي بس. اند ديسكاس فاجوسيتوس. الفاجوسيتوسس ليترالي تاج يعني التهام، سايت يعني خليه، اوزس بريزنس اوف او اكسس اوف. فبالعربي لو جبنا واحد في كليه اداب قلنا له يعني ايه فاجوسيتوسس اسم انجليزي؟ يقول لك التهام الخلل. ولكن ساينتفكلي ده خطا، يعني ينفع اي حد ياكل حاجه وهو ما يعرفهاش؟ لو قلت لك في حاجه اسمها جوز الطيب تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ انت جوز الطيب تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ تعرف جوز الطيب ايه؟ يخرب بيوتك، انا شارح امبارح جوز الطيب. نوت ميك اللي بتتحط على القهوه، اللي بتتحط في الشوربه معروف، لكن لو قلت لك حاجه اسمها جوز الطيب ده الهندوس بيجيبوا الراوس بتاع البقر ويحطوه في ورق ذره ويشووه ياكلوه تقربا للطبيعه. فاهمين حاجه؟ الخالق واحد والقانون واحد، ما ينفعش حد ياكل حاجه وهو ما يعرفهاش. فلازم الاول يتعرف عليها لان لا تطلع في البيت. الديفينيشن اوف فاجوسايتوسس از ريكوجنيشن. اول خطوه ريكوجنيشن يتعرف عليه. بعد كده اتاتشمنت اوف ذا بارتكل تو ذا انجستد ليكوسايت، يتعرف عليها وينزع عليها وبعد كده يعمل لها انجلفمنت يدخلها جواه وسبسيكوينت كيلينج اند ديجريديشن. فلو جينا قلناها بالفاظ اول خطوه ريكوجنيشن اتاتشمنت، لان هو دي الستبس ريكوجنيشن اتاتشمنت، بعد كده انجلفمنت، بعد كده
destruction. فما نيجي احنا بنصحح اما يقول لك define phagocytosis انا هحتاج الكلمات دي recognition attachment هدركوا engulfment and destruction. And this is the steps. Number one, an lymphocyte بتيجي attach لمعظم الميكروبس والdead cells by specific receptor. Specific receptor هدركوا في معظم الاحيان هذه الريسبتور تعرف ان دي بكتيريا ان دي خليه ميت. ريسبتور موجوده على الماكروفيج وموجوده على النيوتروفيل. حضراتكم المشكله ان في بعض البكتيريا مفيش الكاونتر بارت ريسبتور للماكروفيج ان هي تعرف بيها ان دي حاجه مضره ولازم تاكلها. فبالتالي بيجي دور الابسنت. تعرف الابسنت؟ الابسنت في معظم الاحيان ده انتي بودي او كومبلمنت جزء من الكومبلمنت. بيجي كوت البكتيريا اللي ما عليهاش هذه الريسبتور كانك بيحط عليها كاتشب فيعمل اوبسيدايزيشن يفتح شهيتها يعرفها ان دي ينفع تتاكل ان دي مش بتبيه فتاكلها. في معظم الاحيان الريكوجنيشن اتاتشمنت بيحصل في الريسبتور على الجيستين ليكوسايت ولكن في معظم الاحيان هذه الريسبتور دايركتلي من غير حاجه الماكروفيج والنيتروفيل تعرف عليها ان هي بكتيريا خلايا ميته. طب اقدر في عندنا بكتيريا وخلايا ميته ما بتشكسبريس هذه الريسبتور ساعتها يحصل ايه؟ يجي دور الاوبسنايزيشن عن طريق الانتي بودي او عن طريق الكومبلمنت. بعد كده بتروح مدخلاها جواها وساعتها تعمل لها ديستراكشن. في معظم الاحيان الديستراكشن ان هي مدخلها فتعمل فاجوسوم، الفاجوسوم تلحم مع اللايزوسوم وتبدا تطلع بروتيوليتك انزيمز. هذه البروتيوليتك انزيمز تكسر البكتيريا وساعات نحتاج فري راديكال. تعرف الفري راديكال؟ رياكتيف اوكسجين سبيشيز. فالرياكتيف اوكسجين سبيشيز دي مهم لان هي بتساعدنا على قتل البكتيريا. واضح هذه النقط؟ الفاجوسايتوزيس كاتيجري ايه؟ ومن وجهه نظري الشخصيه السنه دي لما يجيبوه يجيبوا ديفينيشن. مش الفاجوسايتوزيس بيديهم كلمه اوزيس. اي حاجه تتيم اوزس او ايشن يجيب لك الديفينيشن بتاعه. اوزس اكتر الفاجوسيتوز الديفينيشن بتاعه لا يخطا. ايه الديفينيشن اوف فاجوسيتوز؟ ريكوجنيشن اتاتشمنت. الكلمه الثانيه انجل. الكلمه الثالثه ديستراكشن. مفهوم؟ ممكن نجيب لك بقيه الحاجات ام سي كيو ولكن مش بشكل كبير. طب رول اوف ماكروفيج ده مش سؤال ريتم كتير ولا حاجه ولكن امس كيوب فانا هشرحه على شكل امس كيوب. حضراتكم احنا دلوقتي بنتكلم على الميتنج كونديشن عشان ما نسرحش. حضراتكم الرول اوف ماكروفيج ان اكيوت انفلاميشن مين؟ مين اهم خليه في الاكيوت انفلاميشن؟ النيوتروفيل وليس الماكروفيج. هل الماكروفيج الاكيوت انفلاميشن لها رول كتير ان ديستراكشن الفاجوسايتوزيس في اكل البكتيريا الاوفندنج ايجنت؟ لا. طب ليه؟ لان كميتها قليله. طب ليه كميتها قليله؟ لانها ما بتخرجش في الاول. مين اللي بيخرج الاول وكميات كبيره؟ النيوتروفيل. لان بعد ما النيوتروفيل بتموت هي بتنادي على الماكروفيج. فبالتالي الرول بتاعها مش مهم. ولكن الرول اوف ماكروفيج في الفاجوسيتوزيس اخباره ايه؟ ان كرونيك انفلاميشن كبير جدا. فدي الحته في الام سي كيو. بس طبعا دي سهله. ايه المين اكيوت انفلاماتوري سيل؟ نيوتروفيل ولا ماكروفيج ولا ايزينوفيل ولا بلازما سيل؟ والاجابه نيوتروفيل. ما اقدرش اجيبها لك الا بهذه الطريقه بدون تعقيد الكلام. تاني رول لها ان هي بتستشار غير لايزوزومال انزايمز عشان تموت بيها البكتيريا ده مش فرق تموت بيها النيكروتيك سيلز. ثالث رول عامل زي هناك الفانكشن بتاع النيكروسايت بشكل عام. ثالث رول ان هي بتطلع الجروس فاكتور. حد فاكر الجروس فاكتور؟ زي ترانسفورمنج جروس فاكتور الفا وبيتا وزي حاجات كتير قوي للبيدرما الجروس فاكتور اللي دي بعد كده هتعمل لنا بروسيس اوف ريجن. حضراتكم صعب يقول لك ايه الرول اوف ماكروفيج؟ يجي لك سؤال ريتن ولكن الحته دي في الام سي كيو. هل الماكروفيج هي اهم فاجوسيتيك سيلز ان اكيوز انفلاميشن؟ In chronic inflammation, مين أهم فاجوسيتيك سيلز؟ الماكروفيج and etc.
طبعا دي كانت اسئله عشان تعرفوا بيها وتحطوا بيها الكيسز وتيجي على شكل ريتم الاكزام. اللوكال ساين عن سيمتوم اوف اكيد انفليكشن البروبابيلتي بتاعته من وجهه نظري 75%. يجي سؤال في الامتحان الحته اللي فيها الانفليكشن ايه اللوكال ساين عن سيمتوم في الحته اللي فين؟ اللوكال ساين عن سيمتوم اوف اكيد انفليكشن 5، واول ناس عملوا هذا الموضوع كان الاغريق، وده اسمه الانفلاميشن ده بالصوره الاداريه لحد النهارده موجوده في روما حضراتكم فيها علامات الانفلاميشن اللوكال ساين اند سيمتوم اوف اكيوت انفلاميشن. لان ده اول لوكال ساين اند سيمتوم، شايفين الاله ده؟ شايفين وشه احمر ازاي؟ فاول لوكال ساين اند سيمتوم بيسموها ريدنس. بيسموها ايه؟ ايه سبب الريدنس؟ ايه سبب الريدنس في الحته اللي فيها كده في الفازودايليتيشن اللي بيعمل اوبننج اوف كابيلاري بيت؟ تعرف يعني ايه اوبننج؟ يعني زياده الضغط في الدم كتير اتحوش جواها فيؤدي الى ديس بلاد فلو انكريس بلاد فلو مفهوم؟ على هايبريمين. ما كلمه ريدنس معناها هايبريمين، بس هايبريمين بتشمل ريدنس وهوتنس وسويت. يبقى السبب هو ديس فازودايليتيشن اللي بيعمل اوبننج اوف كابيلاري بيت فبيزود البلاد فلو على هايبريمين. لان تاني اله شايفين الاله النار مولعه فيه في الحته الغريبه ديت. This is hotness. الهوتنس برضه بسبب زياده البلاد فلو بنفس الميكانيزمات. حضراتكم كلمه ريدنس وهوتنس كلينيكالي بنسميها فلير. بنسميها ايه؟ فلير ترجمه العربيه لها انا ما اعرفهاش، لكن اعرف الترجمه المصريه لها. الترجمه المصريه لها بيسموها زخارف. يبقى انت جاي كده من بره امك كلها بتقعد تقول وشك مزنهر ليه؟ فهو بيبقى وارم وسخن فاهمين اللي انا بقوله؟ ف this is redness this is hotness الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ فشايفين الاله ابو كرش ده تخين ده اسمه باللاتيني تومر اللي جت منه كلمه تيومر بالانجليزي سويلنج. حد يعرف ليه الحته اللي فيها اكيد انفلاميشن بتبقى سهوله منفوخه؟ ليه؟ عشان الانفلاماتري فلويد اكسيدنس مفهوم؟ ايه كمان؟ شايفين الاله ده ده بيصوت من القلب من صباعه فحضراتكم this is pain. ليه الحته اللي فيها كده انفلاميشن بتبقى بين؟ ليه حضرتك لو صباعك دوحت دخلت شوكه فيه وبعد كده احمر وسخن ويوجع؟ نمبر 1 بسبب الكمبريشن على النيرف اندنجز باي اكسيدنت. الاكسيدنت نقصد بيه هنا السيلر و فلويد. ايه كمان؟ في الاكيوت انفلاميشن بتطلع كيميكال من ايه؟ بتشتغل كبين سبستنس، بتشتغل كسبستنس بي زي بالذات البروستاجلاندين اي 2 والبرادكانين. بروستاجلاندين والبرادكانين. حضراتكم البي معمول بتو كيميكال ميديتر بحرف البي. بروستاجلاندين اند برادكانين. حضراتكم اخر حاجه شايفين الاله اللي معبد الهار عليه واللي اتقطعت ديت اسمه باللاتيني فاكتيشيا. اسمه بالانجليزي loss of function. حد يعرف ايه لو صباعك جوه حسبتها ما تعرفش تحركه؟ نمبر 1 due to pain، نمبر 2 due to tissue damage اللي اتعاملته بالبكتيريا في الاول. ايه رايكم في الاغريق؟ كان عندهم مخ جامد ولا ما عندهمش؟ لحد دلوقتي احنا بنقول انفلاميشن. طب ليه سموا الانفلاميشن انفلاميشن؟ ما كلمه فلين جايه من النار. الاغريق كان بيضرب بالعناصر الاساسيه الهواء والتراب والميه والنار. فكان بيقول ان الانفلاميشن ده ما عندهمش بكتيريا ولا فيروس ولا الكلام ده خالص. ليه الحته انفليم؟ انها مس من النار الشرير. ولحد النهارده بنسميه التهاب جاي من كلمه لهب. الاغريق هم اول ناس اتكلموا على الانفلاميشن وليس الفراعنه. الفراعنه رحمه الله عليهم مش علاقه خالص بالانفلاميشن. هناك عندنا اي حاجه بتلبسها في الفراعنه بس. وكلمه الهه كان تمثيل ما كانوش بيعبدوا دول خالص. اللوكال ساين اند سيمتوم اوف اكيوت انفلاميشن كاتيجوري سيستميك ساين او سيستميك تشينجز ان اكيوت انفلاميشن كاتيجوري ايه؟ يجي على السؤال ريتم النيوريك نفس البروبابيلتي بتاعته بتاع اللوكال ساين 75%. نمبر 1 حضرتك لوكال بتحصل في الحته اللي اتعزت اللي حصل فيها الاستيمولس فور اكيوت انفلاميشن. سيستميك في بقيه الجسم. حضرتك لو حته اتاذت من جسمك هل جسمك هيقعد يتفرج عليها؟ في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك مثل المسلمين في التوديه وما تراحمهم كالجسد الواحد استكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء.
بالسهر والحمى. وانا احب اقول بالحمى والسهر عشان يبقى زي الداتا. يبقى اول حاجه الحمى، الحته اللي التهبت جسمك كله هيسخن، فيبر، لان حضراتكم الفيبر المسؤول عنها كيميكال ميديت سايتوكاينز، لازم تعرفوه، اسمهم تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا اند انترلوكين 1، دول مين اللي بيطلعوا من الماكروفاج؟ تيومر نيكروتايزنج. على فكره كل سيستميك تشينجز هم دول اهم حاجه فيه، اللي مسؤول عنهم الكيميكال ميديتور ده، تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا وانترلوكين 1. لان حضراتكم هذه المواد بتشتغل على الاتش ار تي، حد يعرف الاتش ار تي؟ الهيت ريجيلاتوري سنتر اللي هو موجود في الهايبوثالامس، فيعمل ريست لدرجه الحراره. طبيعي في الكور تمبريتشر بتاعتنا 37، لو عمل لها ريست خلاها 38 الجسم ينفذ، يبدا يحصل فازو كونستراكشن، بتقلل الهيت لوس، يحصل شيفرنج تزود الهيت جين لحد ما توصل 38 ستوب. طب الانفلاميشن مستمر وبيطلع كميه اكتر من هذه المواد، يحصل ايه؟ أه؟ تعلى درجة الحرارة، تعلى درجة الحرارة وتبدأ تخش في كومبليكيشن. عشان كده الحرارة في الأكيد انفلاميشن دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ طب ليه ربنا خلق الإنسان لما يحصل فيه انفلاميشن يسخن؟ ها؟ الانفلاميشن أكشن ولا ريأكشن؟ وش تايب أوف ريأكشن؟ فيزيكال، كيميكال، ميكانيكال، كيميكال. واكيد خدته في كي جي 1 وانتوا حوش باي كيمستري برضه، المفروض ان سرعه التفاعل الكيميائي بتعتمد على درجه الحراره، كل ما تزود كل ما يحصل احسن. بس الخازوق ان احنا عندنا الكيميكال رياكشن ار كنترولد باي انزيمز، والانزيمز عندنا ار بروتينز، فلو عدت درجه الحراره على 42 يحصل ديناتيريشن وموت. عشان كده حاجه حلوه وحاجه وحشه. تسخن حاجه بسيطه حلو، مناعتك حلو، حضرتك هتعلى درجة الحرارة لازم نخفض لك درجة الحرارة. تاني سيستميك تشينج في بقية الجسم ليوكوسايتوز. الليوكوسايتوز اللي مسؤول عنها السيتوكاينز، اللي ما عرفش السيتوكاينز هنا نقصد بيهم الانترلوكين 1 والتيومر نيكروتايزنج فاكتور. لأن دول بيشتغلوا ككولوني ستيميليتنج فاكتور، بيشتغلوا كايه؟ يعني ايه كولوني؟ يعني بيشتغل على سبيسيفيك كولون ان بوم مارو، مين الكولون دول؟ الليوكوسايتوز. فبيبدا يزود افراز الليوكوسايت عشان يزود العساكر، بيحشد القوات. اخر سيستميك تشينج بيزودوه عندكم بالعافيه البرودكشن اوف اكيوت فيز بروتينز. الاكيوت فيز بروتينز اللي بيطلعها هو الكبد اللي مسؤول عن التطبيع بتاعها برضه سايتوكاينز. السايتوكاينز هنا الانترلوكين 6، وفي عندنا بيطلع من الكبد الماكروفيج، في عندنا اكيوت فيز بروتين من الكبد زي الفايبرينجن زي الاس اي اي. فاكرين الاس اي ده؟ خدناه في السؤال اللي هيجيبكم السنه دي اللي هو اسمه سيستميك رياكتيف اماليدوس. مين اكيوت فيز بروتين زي السي ار بي والسيرم اماليدوس بروتين بيشتغل كاوبسك، تعرف ايه اوبسك؟ بيساعد على الافكس في الكومبليت ويساعد على الانيشن اوف مايكرو. الفايبرينجن بيزيد طبعا، الفايبرينجن اللي هو وظائف احنا قلناها، بس ده بنستخدمه كبيز اوف تيست بيسموها الاي اس ار. حد يعرف ايه صح؟ الريسيروسايت سيديمنتيشن ريت اللي هو سرعه الترسيب بالعرض. هل سرعه الترسيب تشخص لنا مرض؟ امال وظيفتها ايه؟ بروجنوستيك. يعني ايه بروجنوستيك؟ لو في فايبرجن كتير معناه الانفلاميشن اكتف، قل يبقى الانفلاميشن اكتف. طب انا ازاي اعرف فايبرجن كتير زمان من غير فايبرجن؟ صعب يقيسه بالدم. بعرفه ازاي؟ لو في فايبرنجن هيلزق على ار بي سيز، نورمال ار بي سيز لو حطيتها ما تترسبش بسرعه، ليه ما تترسبش؟ لان هي بتبقى نيجاتيف للشارج فكده تريبال، لو حطيت فايبرنجن بيكون فيخفف في الشارج فتسقط بسرعه، خدتوا الكلام ده اكيد انا بقى. مش حاجه صعبه. فبالتالي كل وظيفه الاي اس ار از بروجنوستيك، تعرف يعني ايه بروجنوستيك؟ عيان عنده انفلاميشن فمدي له انتي بايوتيك، عملت له سرعه الترسيب انا مدي له انتي بايوتيك، فلقيت حضرتك سرعه الترسيب بتاعته فور اكزامبل في اول ساعه كانت 25، ثاني ساعه 60، رحت مديله انتي بايوتيك لقيت بعديها ان سرعه الترسيب قلت، اول ساعه مش عارف كام، ثاني ساعه اقل، يبقى معناها الانتي بايوتيك ده فعال. حضرتك جيت بعد كده لقيت العكس، سرعه الترسيب زادت معناها الانتي بايوتيك
مش فعال. لكن سرعه الترسيب is not diagnostic. سرعه الترسيب is prognostic. دي البيز بتاع الاي اس ار فكرتها الفايبرينجن. فاهمين اللي انا بقوله؟ واضحه؟ عشان كده ينفع واحده ست تجي تقول لها انا عندي سرعه ترسيب عاليه، فالدكتور قال لي انت عندك حمر رسميه؟ بقعد اشتم والا ادبي وكلام زي كده. واكيد انتم يعني معايا على هذا المستوى. في دكاتره متخرجين مش خاصه هم اورجانيزميه بسرعه ترسيب عاليه. فاهمين اللي انا بقوله؟ معتقدين وعندهم اصرار تيجي تفهمهم تقول لك انت هتعرف امال سرعه ترسيب اللي مكبره؟ يخرب بيتك سرعه ترسيب اي حد عارفين لو قلت للعيانه كده سرعه ترسيب تزيد. ايه ده؟ ما الاوتو اميون ديزيز ده انفلاميشن بيزود سرعه الترسيب، التي بي بيزود سرعه الترسيب، مفيش حاجه بتزود سرعه الترسيب. مفهوم اللي انا بقوله؟ لحد دلوقتي خدت ريت الاجزاء اللوكال ساينس سيتوم والسيستميك تشينجز ان اكيد انفلاميشن، بروبابيلتي بتاع الاثنين 75%. سبتك شوك. سبتك شوك دي كومبليكيشن. لو حصل ان في سايتوكاينز بكميه كبيره ميلي التيومر نيكروتايزنج فاكتور ولا انترلوكين 1 ده حضراتكم ممكن يدخل العيانين في سيفير هايبوتنشن والاي اي سي السيمينت انترافاسكولار كونفلوبس اللي مشطوبه من عليه ويدخلهم في ميتابوليك ابنورماليتي الفكره بيعملوا شعر ويموتهم وده بيحصل في السيفير انفكشن اللي هي بتكومبليكيت باي توكسيميا لان التوكسيميا هي اللي بتريليس ذيس ماتيريال واضح اللي انا بقوله ذيس از ذا سيستميك تشينج وده سؤال ريتم مهم قوي السؤال اللي يجي لكم النيوميريت او ليست وممكن تكتبوه اسامي بس ويعتبر خازوق ممكن يقول لكم الامتحان فيري كومن مشكلته اول اور نان لا عارفه لا مش عارف الاوتكم اوف اكيوت انفلاميشن السؤال ده جابوه من حدود في الكتاب الجديد اول ما اتحط اول سنه الاوتكمز اوف اكيوت انفلاميشن يعني نهاية الأكيوت إنفلاميشن يحصل إيه؟ على كم أوف أكيوت إنفلاميشن أربعة لأن حضراتكم لو جينا نشبه الأكيوت إنفلاميشن بمعركة ما بين الليكوسايت من جهة وما بين البكتيريا من جهة لو واحد تفكيره عادي نهاية أي معركة إيه لإيه؟ إيه؟ للنصر للهزيمة لو واحد عميق شوية تعادل ولو واحد عميق اكتر يقسم النصر لثلاث انواع النصر المؤثر تعرف يعني ايه النصر العادي بعد كده الهزيمه بعد كده التعادل لان هم اربعه طبعا مش فاهمين يعني ايه نصر مؤثر ويعني ايه نصر اكتر على كام اوف اكيوتي انفلاميشن حضراتكم اربعه ويكفي انك تعرف اساميهم بس لو عرفت اساميهم هتعرف تالفهم اول اوتكم اوف اكيوت انفلاميشن از ريزوليوشن ده اللي بسميه النصر المؤثر ده ريستوريشن اوف تيشو تو نورمال ستيت مش فاهم حاجه حضراتكم في الدنيا دي كلها اي معركه فيها خسائر ولا فيش خسائر فاهمين حاجه المفروض ان احنا 73 انتصرنا في ناس ماتت ولا مفيش في بيوت اتهدمت ولا مفيش فاهمين حاجه من اللي بقولها ده اسمه النصر ده اللي بيسموه ريجريشن ده اللي بيسموه ريبير بيسموه سكارك لكن حضرتك الريزوليوشن هو ريستوريشن اوف تيشو تو اتس نورمال ستيت وده بيحصل لما يبقى في رابيد ديستراكشن اوف البكتيريا او الاورجانيزم فبالتالي ما بيبقاش عندنا كميه خلايا كتيره ميته مما يستدعي ان احنا نعمل لها ريبير ولا ما نعملهاش ريبير ده هم خليتين ثلاثه ماتوا عملنا لهم ليكوفاكشن وسحبناهم عن طريق الليمفاتيك فده بيسموه النصر المؤثر ممكن يجيبوها لكم في الاكس كيو بشكل مختلف هل اول فيت النصر المؤثر ده يستدعي ان هو يفولو باي ريبير لا يستدعي لان تاني احتمال النصر العادي ده اللي بيسموه حضراتكم السكارينج او الفايبروزس السكارينج او الفايبروزس بيحصل لنوع من انواع الريبير اوف تيشو بيحصل لما يكون في كميه خلايا كتيره وهذه الخلايا ما نقدرش نعمل لها ريجنريشن فبالتالي النوع ده بيكمبرايز الفانكشن انتصار موتنا البكتيريا لكن محتاجين نعمل اعاده اعمار لحد دلوقتي في كام فيت في كام اوت كام اوف اكيوت انفلاميشن واحد ريزوليوشن اثنين
السكارينج او الفايبروزس. اهم كلمه منهم مين محتاجين نعمله ريبير، مين مش محتاجين نعمله ريبير؟ الريزولوشن. واضح؟ الاحتمال اللي بعده ان يحصل الهزيمه، بس اي هزيمه لازم يعقبها الاسبريد. يعني لو في دوله هزمت دوله مش بتحتفل بهزيمتها، تخش على الدول اللي بعديها. فاهمين حضراتكم البروجريشن اند سبريد؟ ده بيحصل لما مناعتنا قليله والبكتيريا قويه، فبعد الهزيمه وتكسير جسمنا الحته اللي هي سبريد على بقيه الجسم وتسبريد بكل طرق. ممكن تسبريد اي سبريد بتسبريد بايه؟ دايركت يؤدي الى وايدنج اوف ذا انفلاميشن فوكس. ممكن تسبريد بايه؟ فتعمل انفلاميشن اوف ليم فيسل بنسميها ليمفانجايتس انجيو فيسل، ومنها توصل للليمف نود نسميها ليمفا ديلايتس ادم يعني جلاند او نود، وممكن بعد كده تخش في البلاد فتعمل لنا السيريس افكت اللي هنشرحها لكل واحده سؤال بريتن في الامتحان. تعمل لنا باكتريميا توكسيميا سيبسيميا بايميا. مفهوم اللي بقوله؟ اخر احتمال التعادل بلغه الطب او بلغه السياسه يسموه السلام، ولكن احنا في الطب نسميه الازمان الكرونيستي. الكرونيستي ده بيعقب الاكيوت انفلاميشن. لما حضرتك الجزء الاورجانيزم احنا مش عارفين نتخلص منه لان في تساوي في القوه ما بينه، فبالتالي مش عارفين نتخلص منه. فحالات الفايرال انفكشن اللي جوه خلايانا هنتخلص منه، يبقى هنتخلص من خلايانا. اوتو اميون ديزيز ده ضد خلايانا، نتخلص منه يعني نتخلص من خلايانا، يبقى مش هيبقى موجودين. فاهمين حاجه؟ فيحصل الكرونيك انفلاميشن. الكرونيستي بتتبع الاكيوت لما يكون حضرتك مش عارف تتخلص من الاوفيديك، في تعادل في القوه. فاهمين حاجه؟ زي اسرائيل. اسرائيل والعرب عداء. صح الكلام؟ مفهوم؟ احنا عارفين نتخلص من اسرائيل؟ لا. اسرائيل عارف تتخلص مننا؟ لا.